تناشد السيدة يمينة من دوار شط بلدية سيدي عكاشة ولاية شلف السلطات المعنية للتدخل ومنح سكنا يأويها بعد أن تعرض المنزل الذي تقيم فيها للاحتراق الكلي وإتلاف كل الأثاث والألبسة وكذا الأجهزة الكهرومنزلية الموجودة بداخله، حيث لم تجد مأوى لها سوى الشارع خاصة في هذا الشهر الفضيل. وبهذا تناشد السلطات والمحسنين لمساعدتها وانتشالها من الوضعية المزرية التي تعيشها. التغطية لياسين قدور قطاوي. وسط هذه الجدران البارية المهترئة بغرفة واحدة التي تنعدم فيها شروط الحياة من كهرباء وماء، تعرضت لحريق مهول أدى إلى هلاك الأثاث وملابس قاطنتها دون حوادث جسمانية تذكر. مكاش ديك الصحن حاجه ما قعدت ليش هيك، حاجه ما قعدت ليش في دارك، قعدوا غير الحيطان واقفين الحيطان وشو كي راهم دايرين. لما السلطات والمير يديروا لي حاجه، شاف الدائره يديروا لي حل، خلونيش هكا مهميه، اني وليا ما عنديش وين نروح. وجه الناس راني لابستهم، وجه ابي لعمك، كلش تحرك لي حاجه ما قعدت ليش دقي دقي حوايجي جدد ولا ما فرحت كاع فيهم دقي كاش قشي والو حاجه ما قالت ليش. شاف الدايره عاونوني يا ديروا لي حل، يعطوني باطيمات لي راهم بالعين افئين، ما يخلونيش كي معك مرميه مشان تطم تحرقوا لي دارك. انا وليا انا اختكم، وين عندي الروح؟ وين الروح براسي؟ وين مكاش وين الروح؟ مكاش اللي يرفدني، الشارع ما يرحمش، ديروا لي حل. خلو نشوفو ها داري كي دايره، ها حلقوالي ما خلاولي حتى حاجة، حتى ما خلاوالي شي، ها هذي دار ها مكاش كاع، ها الحيطان وها مكاش، هذا الحيوان وما يعيش فيها، حيوان ما يعيش فيها، كيدير بنادم يعيش فيها، كيدير بنادم يدخل ويعيش فيها يتنفس ويعيش فيها، هذي وحرموني منها. شيرو كيكم ربي. وعلى أمل استفادة هذه العائلات من سكنات لائقة، تبقى المعاناة متواصلة والحوادث المنزلية تثقل حياتها اليومية. فبالرغم من أنها مشيدة بطريقة فوضوية، يبقى السكن حقها مشروعا، خاصة وأنها حاملة لبطاقة تعريف وطنية وليس غيرها.